بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس نستكمل المثال السابق، وهو المثال الذي يقرأ مجموعة من الأعداد. المطلوب فيه أنه يقرأ برنامج مجموعة من الأعداد منتهيا عند ناقص واحد، ثم يطبع أكبر عدد من هذه الأعداد التي قرأها. كتبنا طبعا السودو كود حق البرنامج، وذكرنا فيه اللوب الموجودة وشرط توقف اللوب هو قراءة ناقص واحد، ثم ذكرنا كيف أننا كيف أننا نوجد أكبر عدد من الأعداد، وذكرنا المشكلة اللي كانت تواجهنا، وهي أنه ما نستطيع أن نحتفظ بالأعداد كلها في الذاكرة حتى نقارنها مع بعضها. فبالتالي أوجدنا فكرة جديدة نستطيع من خلالها أن نخزن أكبر عدد شفناه سابقا مضبوط أثناء قراءة الأعداد، أو كل ما نقرأ عدد جديد نقارنه مع هذا العدد اللي خزناه، اللي هو سميناه الماكس. والماكس هنا أو الماكسيمم معناها الأكبر. خلونا نشوف البرنامج. هذا هو البرنامج مكتوب بجوليت. البرنامج يبدأ كالتالي: أول شيء يسوي سكانر، بعد كذا يقرأ لنا هنا العدد، بعد كذا يقول والله أكبر عدد شفته أنا إلى الآن هو العدد اللي أنا قرأته، زين. وبعد كذا يبدأ اللوب، ما دام العدد اللي قرأته لا يساوي ناقص واحد، احنا اتفقنا ان نقرأ الأعداد حتى نتوقف الناقص واحد، فبالتالي ما دام العدد اللي قرأناه ما يساوي ناقص واحد، فإنه أرجو أنك تقارن لي الماكس اللي هو أكبر عدد شفته سابقا مع العدد اللي قرأته في المرة هذه، زين. إذا العدد اللي قرأته في هذه المرة أصغر، عفوا، إذا كان أكبر عدد شفته سابقا أصغر من العدد اللي قرأته في المرة هذه، فإنك اعتبر العدد اللي قرأته في المرة هذه هو أكبر عدد شفته، ثم بعد كذا أكمل. طبعا أنا يعني الإف، شرط الإف هنا مختلف قليلا عن الشرط اللي كتبته في هنا اللي كتبته، هل العدد الحالي أكبر من أكبر عدد قرأناه سابقا؟ لو بغيت أكتب بالضبط الشرط هذا راح أقول إف، راح أقول بالشكل التالي: if num إذا كان العدد الحالي أكبر من max اللي هو أكبر عدد شفناه في الدورات السابقة للوب. إذا كان النم الحالي أكبر من max فضع الماx بالنم الحالي. بعد كذا اقرأ العدد جديد، ثم ارجع مرة ثانية شيك إذا كان ناقص واحد، وهكذا. خلونا نحفظ البرنامج وننفذه ونشوف نطبقه على مجموعة من الأعداد. طيب خلو نعطيه يعني خلو نعطيه العدد اللي حنا الأعداد اللي حنا دخلناها المرة السابقة: 2 5 ناقص 4 10. خلو ندخل 2، دخلنا 2. الآن قال لك الماكس أكبر عدد شفته سابقا هو 2، زين. بعد كذا هل العدد اللي دخلته يساوي ناقص واحد؟ لا، لا يساوي ناقص واحد، مضبوط. إذا استمر في اللوب. لاحظ أن عندي حاجتين أسويهم أنا. أول شيء يعني في كل مرة أشيك على حاجتين، أشيك هل العدد اللي دخلته ناقص واحد حتى أشوف أني أتوقف من اللوب خلاص ما عاد أستقبل أعداد إضافية، نفس الوقت أشيك هل العدد اللي دخلته هذا أكبر من الأعداد اللي شفتها سابقا باستخدام الماكس، زين. لانه ما استطيع اني اخزن كل الاعداد اللي شفتها سابقا، فاخزن اكبر عدد شفته سابقا ثم اقارنه مع العدد الحالي. الان نستمر. اذا النم اكبر من الماكس، طبعا في المره الاولى راح يكون نفس العدد فما راح يتنفذ اي شيء. الان يطلب عدد ثاني، فحنا قلنا 2، بعد كذا 5، فندخل الان 5. الان نم صار قيمته 5، طبعا ما هو ناقص واحد، فيستمر التنفيذ. هل الخمسة أكبر من الاثنين؟ نعم، الخمسة أكبر من الاثنين. إذا لاحظ أن الماكس هنا راح تتغير قيمته، زين. راح نقول أنه أكبر عدد شفناه إلى الآن هو العدد 5، لاحظ نسخنا قيمته من النم للماكس، زين. الآن نكمل التنفيذ، نقرأ عدد جديد وهو ناقص 4، كتبنا ناقص، هذا ناقص 4. استمر في التنفيذ. ناقص 4 طبعا ليس ناقص 1، زين.
هل ناقص 4 أكبر من أكبر عدد شفناه سابقا وهو 5؟ لا طبعا ليس أكبر منه، فبالتالي ننتقل للعدد اللي بعده وكان 10، فنكتب هنا 10 هل العشرة تساوي ناقص 1؟ لا. هل العشرة أكبر من 5؟ نعم. إذن يستمر التنفيذ ثم بعد ذلك يطلب رقم جديد، والرقم الجديد 3، طبعا 3 لا يساوي ناقص 1، وكذلك 3 ليس أكبر من 10، فيستمر العدد الأكبر اللي شفناه إلى الآن. العدد الأكبر اللي شفناه هو 10. بعد كذا ندخل الناقص، خلينا ندخل ناقص، ندخل ناقص 1، ما يحتاج ناقص 2 عشان يعني نختصر الوقت، فنقول ناقص 1 حتى ننتهي من القراءة. فندخل ناقص 1، نستمر في التنفيذ، قرأ ناقص 1. طبعا الآن انتفى شرط اللوب، انتهت اللوب. الآن طبعا الماكس أو العدد الأكبر اللي شفناه سابقا هو رقم 10، راح يطبعه لنا، راح يطبع لنا الكلام هذا زي ما تشوف هنا، ماكس يساوي 10، وبعد ذلك ينتهي تنفيذ البرنامج. أتمنى إن شاء الله أنك تكون فهمت البرنامج، وأرجو منك أنك تكتب برنامج بنفسك وتطبق مثال أو مثالين أو 3 أمثلة، مجموعات يعني 3 مجموعات من الأعداد، وتشوف تأكد بنفسك أن البرنامج فعلا يعطيك الماكس، يعطيك أكبر عدد. ثم بعد كذا كأكسرسايز أرجو أنك تحل برنامج، تكتب برنامج يعطيني أصغر عدد من الأعداد المدخلة. إذن نفس البرنامج، نفس السؤال اللي عندنا هنا، اكتب برنامج يقرأ مجموعة من الأعداد integers، بعد كذا يطبع أصغر عدد من هذه الأعداد، والبرنامج يجب أن أتوقف عن ناقص 1. ثم بعد كذا أبغاك تكتب برنامج يطبع أكبر وثاني أكبر عدد من الأعداد المدخلة، زين؟ بمعنى أنه البرنامج مثلا لو قرأ الأعداد هذه الانبوت هذا 2 و5 وناقص 4 و10 و3 ناقص 2 ناقص 1، راح يطبع لي 10 على أنها أكبر عدد و5 على أنها ثاني أكبر عدد. إذن هذه 2 exercises أرجو، وهذا شيء مهم جدا حتى تتأكد أنك فهمت، أنك تكتب البرنامجين هذولي، برنامج يعطيني أصغر عدد، يعني في المثال هذا راح يعطيني ناقص 4، وبرنامج آخر يعطيني أكبر عدد وثاني أكبر عدد من الأعداد المدخلة. وفي حالة طبعا البرنامج الثاني اللي هو أكبر عدد وثاني أكبر عدد، إذا المستخدم ما دخل رقم 1 فإنه يعطينا الرقم هذا على أنه أكبر عدد وثاني أكبر عدد، يعني في حال أنه ما دخل إلا رقم 1. زين، شكرا، ننتقل إن شاء الله للدروس القادمة.